في خضم زيارة وفد مجلس الأمة الكويتي للسودان، عقد الوفد جلسة مباحثات ثنائية برلمانية مع المجلس الوطني السوداني، تناولت تفعيل القضايا البرلمانية وتعزيزها في كافة المجالات بما يحقق الفائدة المرجوة للشعبين الشقيقين. تشرفنا اليوم بلقاء البروفيسور رئيس المجلس الوطني السوداني، وبعدها أيضا التقينا بنائبة رئيس المجلس الوطني وكذلك أعضاء المجلس الوطني، وكان هناك حديث وتبادلنا كثير من الأمور والقضايا سواء المتعلقة بالعلاقات الكويتية السودانية وأيضا المتعلقة بوضع أمتنا العربية، وكانت النتائج جدا جيدة ولله الحمد. ونشعر أن السودان هو في قلب الأمة العربية، ونقدر ونشكر أيضا السودان وموقف السودان رئيسا وحكومة وشعبا على يعني مواقفها العربية. وثمن أعضاء المجلس الوطني السوداني الزيارة مشيرين إلى دفعها بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب، كما أشادوا بدور مجلس الأمة الكويتي وتجربته البرلمانية في معالجة القضايا العربية والإسلامية. من علاقات ممتدة في التاريخ ومن وبما يعلمون من أياد سابقات بالخيرات لأهل الكويت تجاه السودان. زيارة الوفد الكويتي كانت زيارة طيبة وأسست لعلاقات برلمانية جيدة بين الجهازين التشريعيين في الدولتين، وده بيأكد التواصل الكبير بين الشعب السوداني والشعب الكويتي عبر التاريخ، والكويت لها تدخلات اقتصادية كبيرة في السودان. وفي غضون ذلك أشاد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بجهود وإسهامات دولة الكويت خاصة في شرق السودان الذي طالته يد التنمية والاستقرار. نحن حقيقة في شرق السودان يعني في خصوصية ودور كبير جدا استضافة المؤتمر لتنمية شرق السودان في 2010، كان هذا المؤتمر ناجح بكل المقاييس. تحية خاصة ولسمو الأمير صباح الأحمد قائد الأمل الإنساني، حقيقة هذا الأمل الذي ذكرته كله أمل إنساني، ونتمنى له الصحة والعافية والمديد من العمر إن شاء الله. وتأتي زيارة وفد مجلس الأمة الكويتي للسودان في إطار التواصل والتعاون وتعزيز العلاقات السودانية الكويتية في مجالاتها المختلفة. تطوير مجالات التعاون البرلماني وتعزيز علاقات البلدين كان أبرز ما تم التباحث حوله بين الجانبين. بدر الدين خلف الله، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.